إن الطبعة الحالية من هذا الاجتماع تعقد والجزائر تعيش عهدا جديدا منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت بكل ديمقراطية في 12 ديسمبر الماضي. إن برنامج السيد الرئيس يرتكز على ضرورة احترام الحق في المعلومة وحرية الممارسة في إطار آداب المهنة وإخلاقياتها، وتوفير كل الظروف الكفيلة بتعزيز الاحترافية والمهنية لدى وسائل الإعلام والصحفيين. إن الهدف من مساعينا المشتركة يكمن في العمل سوياً على تسخير مجال الإعلام والاتصال لترقية حقوق الإنسان وقيم المواطنة وتحقيق التنمية المستدامة بالاعتماد على الاحترافية وعلى التحكم في الرقمنة.